حلو كتير، حلو كتير، بيمزع العقل، حلو كتير، بجنن. شو هاد؟ عماد تعال هون، تعال تعال بسرعة حبيبي. لك عماد تعال تعال تعال، شوف هاي الغرفة. خير حبي؟ شو حلو اللي بقولك كتير حبيبي. لك اتركيني هلأ من اللبس واسمعيني، فتون شكلها ما عم تفوت على هاي الغرفة. كيف عرفت؟ لك ليكي ليزا، شوفي كل شي مرتب، ما في ولا قطعة تياب على الأرض. هاي أنظف وأرتب أوضة بالبيت. عن جد مزبوط اللي عم تقوله عماد. ليك حبيبي يلا خلينا نطلع من هون هلأ قبل ما يجي هداك النفسية ويشوفنا هون. يلا وقفي شوي، بدنا نشوف شو في عنده شغلات تانية الصهر. روقي علي عماد. يلا ليك ليكي الساعات، كم ساعة؟ كل واحدة بتوقيت. حلوين كتير. لك عماد اتركها هلأ بيجي هداك وبيشوفها. حبيبتي نحن في عنا الخامة بس ما في مين يقدر قيمتنا. حظوظ طبعا. شوفي هاللوك الجديد وهيك لا بقلي ما. غريب ليش ما عم بترد علي؟ يا الله دخيلك، شو وين اختفوا هدول؟ شو حلوة هالساعة يا ريت فيك تجيب مثل عماد. لك شو عم تعمل انت وياها؟ أهلين أهلين صهري، بسرعة شلاح اللي لابسهم. يلا وانت ليش هيك عم تعيط؟ شو صار لك؟ نحنا كنا عم نشوفهم وبس. عم بتشوفوهم وبس؟ لكن ليه لابس لتيابي؟ يلا شلحهم بسرعة لشوف. حاجة تصرخ، ما رح ناكلهم هلأ من رجالك كل شي. كيف بدك يعني احكي معك؟ عفوا منك، انتوا اللي فتوا على بيتي وعلى غرفتي وقاعدين عم بتنكشوا بغراضي الشخصية مثل الحرمية. حرمية؟ حبيبتي لك ما بتستحي تبكي ست حامل وتضايقة؟ خد هاي ساعتك على مهلك غالية، وهي طاقتك كمان. قلت لك على مهلك. اعتذر من مرتي ولا اعتذر منها. اعتذر منها، اعتذر منها بسرعة. يلا اي عماد تافه، ضربت لي جوزي. تعال هون تعال هون. ليزا روحي هدي عني، هدي عني، مجنونة. قولي بالك شوي. خلاص ليكي، زوجك عم يضايقنا ويهيننا كمان. شو قلت؟ وعم يقول عنا حرامية. قال عنكم حرامية؟ ايه كتير منيح والله، ما قصر فيكم. يسلم تمه، انتو مانكن حرامية؟ لك انتو سرقتولي بيتي مني وبعتو لهادم بلا حرامية. بس يا فتون نحن ما... شو بدك تحكي لسه؟ شو وفوق منا جايين على بيت الرجال وفايتين على غرفة نومه؟ ليش ساكتين؟ احكوا بكل مرة. انا اللي بدي ادفع ثمن اغلاطكم؟ اه لك شو عاملين فيه هيك؟ بتسهولوا وشو اللي هو سبب رزقته؟ ليزا إذا أنا خرمشت وشو لزوجك رح تسكتي لي؟ قليلي يعني هلأ بفهم فتون أنك أنت واقفة بصفه إله؟ إيه طبعا هيك لكان. يلا يلا الله معكم، يلا لأشوف انقلعوا. طبكن توصلوا، طريقكن طويل كتير. مرة تانية أصحك تتصلي فينا فتون، فهمتي؟ وما بتعتبي باب بيتنا طول ما أنت عايشة. الصداقة اللي بيناتنا اعتبريها منتهية منتهية. يلا من بيتي يلا، زعلت كتير. الله معكن. لك عيب عليك يا أخوة، أنت لعب الشوم. حلو والله، بحب هنيكي. أنا بكل حياتي ما شفت حدا بيوقف حدا عند حده بهالطريقة. برافو عليكي. قبل ما تحكي وتتفهمن، حاول ما تاكل أكل من وحدة ست، لأنك زلمة كبير قد الشنطير وأنا مو دائما رح كون جنبك. استني شوي. تفضل. أنا عن جد بعتذر عن الشي اللي عملته معك مبارح. تقبلي اعتذاري؟ أكيد لا.
لكان بتضبي البيت وفورا. سيلين، ألو كيفك سيلين؟ قليلي شو عاملة اليوم؟ طيب لكان رح أخذك على 8. ماشي اتفقنا بشوفك. ليكي فتون؟ خير؟ طلعي في غبرة كتير هون على الطاولة، تعالي مسحي أوام ونطفيها. اسمعي فتون، شوفي شو بدك، وإذا في غبرة هلأ بمسحها. اسمعيني شوي، مو هذا اللي كنت بدي احكي. قول يلا شو كان بدك تحكي؟ رح نضل هيك وما رح نتصالح؟ لا بس ما بصير نضل متزعلين ونحن عايشين تحت سقف واحد. طيب انا مذنب فتون وانتي معك حق واسف كتير. أصلاً أنا وإنتي تعودنا على بعضنا ولازم نتصالح. شو عم تعمل؟ ولا شي، حابب خفف دم عليكي مو أكتر من هيك، يعني حبيت إني لطف الجو. إيه بلاها خفت دمك، من لحظة ما صحت هنيك ليش هلا عم تدعس برجليك؟ ليش عم تجبرني إني أرجع أمسح وراك؟ يلا جام بعد من هون. لا تعيطي رح بعد. قر 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 العامة ما بتنطقي بس تعصبي. شو هالورقة؟ ولي شو ها؟ شو ها؟ شو هاد اللي مكتوب على الورقة يا فتون؟ تفضلي هلا واحكي لي شو هاد؟ رسالة لحبيبي. بالله شو؟ من وين جاي بخفة الدم تبعك؟ فيني افهم هلا أنت لوين رايحة وفاتلك كل هالقد بالتكاسي لحتى طلع العداد هيك؟ هذا السؤال مو صح حياتي. وشو السؤال الصح برأيي؟ لازم تسألني وانتي راجعة بتاكسي بنصاص الليالي ولحالك مدري من وين؟ من وين دفعتي مصاري للشوفير؟ هذا السؤال الصح. معك حق، هذا كله من ليلة مبارح. لك اسمعيني فتون، خلص انتي معك حق وانا اسف كتير، بس يعني عن جد ما خطر لي ابدا اني رح حطك بهيك موقف صعب. بس ليكي انا عندي حل، رح ادفع لك مكافأة وفوقها كمان اجازة ليومين. جان شو قلتي فتون؟ انقلع وإلا ممكن أنسى أنك مديري وعضك بسناني وشوه لك وشك.
يا الله دخيلة، مينا كانت تجي لهون أول ما حط لها أكل. مينا مينا مينا، شو مطلعك لفوق؟ شو طلعك على الشجرة؟ لك انت بس تمشي خطوتين بالبيت فورا بتتعبي. بس بدي افهم كيف قدرتي تنطي وتتعربشي؟ يا ترى انت كم مرة بعمرك قدرتي تطلعي على الشجرة؟ ما عم صدق. لك معقول انا قاعد عم بحكي مع قطة؟ مينا؟ هالقطة ما كانت تطلع من البيت. مينا وينك انتي؟ مينا فوتون تعي لهون. تعالي تعالي، انا لقيتها لمينا. مينا هون ليكا. ها؟ وينها؟ يا الله، لك انتي شو طلعك على الشجرة؟ موتيني من خوفي يا بنتي. شو قصدك ببنتي؟ وقفي ليكني، رح نزلك لعندي لهون. ما عم توصل ايدي لفوق. لك تعي تعي انا بجيبه. عن جد عم تحكي؟ بس انا في عندي شرط. شو؟ بدك تقبلي وتصالحيني. طيب طيب، موافقة بصالحك. يلا توعديني؟ بوعدك. يلا بعدي. يلا يلا يلا، كمان كمان شوي. تعي تعي لهون يا روحي انت. خذي هاي مينا. ايه بنوتي، انت ليش طلعتي لفوق وتركتيني؟ يا روح امك انتي. يلا روحي، يلا على الاكل. يلا ايه فوتون. ايه نحن هلا عن جد تصالحنا، ما هيك؟ تصالحنا كتير منيح. فيني اسالك سؤال واحد؟ يعني انتي خلص رح تضلي هون؟ ممكن تجاوبيني على سؤالي؟ لوين بدي روح؟ ضلي هون. طيب شو رأيك المسا نروح سوا على السينما؟ منروح. معناتها ممتاز. أنا رح أبدل تيابي وأطلع شوي، والمسا على الساعة 7 بشوفك، اتفقنا؟ انت بس شوفي شو عم بيعرضوا افلام وبتبعتي لي مسج. طيب. قلبي طرمطمام، عقلم فارت فرام، ما يبسم هنجي كبريت شخصام. بيقام ينمدسن سونرا onunlasın. Aşk böyle bir şey mi, bir şey mi? İçim karman çorman. Kendimle kalmaya alışık. Akan şu hayat
hayatla barışık. Yaşayıp bir dertle ne olduğumu şaşırdım. Kim kime, kim kime yanık? Anlat bana açık açık. Kim bilir ne olacak, işte durumu karışık. ألو، مين؟ أهلين رفيف، طمنيني عنك. هو مانو هون، طلع عنده شغل. دقيتي له كتير وما رد على موبايله؟ هو ما بيسمعه أحيانا. ليكي، ممكن تقلي له إنه اتصلت فيه؟ خليه حاكيني. أكيد بقله. الله معك، مع السلامة. يعني ما فهمت لهلا شو اللي معصبك؟ شو بدك اعمل؟ اللي ما فهمته ليش لطلعني قبل ما يخلص الفيلم وشوف النهاية؟ ليكي فتون اسمعيني، أنا على طول لما بدي روح على السينما بفوت على الفيلم بعد بعشر دقايق وبطلع قبل بعشر دقايق، يعني قبل ما تشتغل القضية. إيه أنا داخلي من السهرة تبعك ومن كل معجباتك وهمك إذا عرفوك كمان، إف؟ أنا هلا كيف بدي أعرف إذا قتلوا البطل ولا ما قتلوا؟ وإذا البنت قدرت تعترف له بحبها؟ وشو صار بصديق البطل النصاب؟ مع صديقة البنت النصابة اجتمعوا بالأخير؟ إف؟ يا ستي رح أعرف لك النهاية من الإنترنت، شو رأيك؟ وبقول لك إياها فورا، موافقة؟ قبل ما أنسى، تذكرت شغلة ممكن تهمك. رفيف اتصلت فيك على خط البيت. اتصلت على البيت؟ قال اتصلت فيك على موبايلك وما رديت عليها، بس ما قالت شي مهم غير انه رجع واتصل فيها. الو رفيف، وينك انت؟ بالمستشفى؟ انو مستشفى هاي؟ أنا منيحة جان، طول بالك روق. لا تطمن، ما فيني شي، بس تعبت شوي. طيب ماشي، أنا ناطرتك، لا تطول. لك جان، لوين رايح ومستعجل هيك؟ أنا رايح لعند رفيف. رفيف؟ طيب شو مشاني أنا؟ شو بدي أعمل بحالي؟ وأنت كمان رايحة معي فتون، لأني أنا لازم أروح على المستشفى فورا. استناني شوي،
لك استناني شباك. وينو هات؟ ليش تأخرت كل هالقد؟ لأني ما كنت بعرف، مستحيل أتركك وأنت بهالوضع. كيف حاسي هلأ؟ بابا أجا وفحصك؟ كتر خيره، عمو تحسين اهتم فيني كتير. لما ما رديت اتصلت بخالي مديحة، وهي اللي جابتني لهون. أهلي مسافرين وما في حدا منهم معي. بتحبي زبط لك أهدتك؟ زبط لك المخدة؟ ايه شو قال البابا؟ قال كله من التوتر ولهيك اعصابي انهارت. امك ما تركتني ولا لحظه واحده، ضلت واقفه معي طول الوقت وبالزور لحتى خليتها تروح. وابوك ما رح يطلعني من هون ليطمن علي. رفيف، شو اللي وصلك لهي الحاله؟ مين سبب هذا التوتر؟ يمكن يكون السبب إني سمعت شيء ما كنت متوقعة أسمعه، ومن شخص بحبه، بس أخذت قرار وما عاد فكر فيه بنوب، وما بقى بدي أشوفه بالمرة. رح كون منيحة، أنت لا تشغل بالك. مرحبا فتون. مرحبا. أهلين، جان مانو معك؟ بلا، جوا. طيب ليش واقفة هون؟ فوتي لجوا. كيفك رفيف؟ أهلين فتون، أنت كمان بالمشفى؟ الحمد لله على سلامتك. أنت منيح جان بيك؟ الحمد لله متحسنة، اللون رجع لوشك. لازم تبعدي عن كل شي بيعمل لك توتر، ديري بالك على صحتك شوي، وكمان لازم تتغذى منيح. بتذكر انه اهلك مسافرين ما؟ اذا بدك ببعت لعندك مديحة، تضل عندك كم يوم بتتسلي معها. لا شكرا عمو، ما في داعي، انا بدبر اموري لحالي. صحي فتون، انت كل هالوقت كنتي واقفة برا؟ شو هالحكي؟ معقول وقف برا وما فوت؟ أنا كنت عم صف السيارة، عجقة كتير برا ودورت للقيت صفي. ايه منيح لي صفت، أنا صار لازم روح. بنتي إذا تضايقتي من شي بيجي فورا، بس بعتيلي خبر مع الممرض. وهلأ أنت حاولي تنامي. جان الحقني لبرا شوي. شو بده فيك؟ بابا طمني عن رفيف، اللي كيف وضعها هلأ؟ ممتاز، أهم شيء بهالفترة أنها ترتاح. وضع النفسي مو منيح. جان، أنت بتعرف شو صاير معه؟ أنا ما بعرف، ما عندي معلومات.
طيب رح تضلوا بالمشفى؟ اي انا رح ابقى مع رفيف. ليكي بنتي ما رح تتضايقي لانه باقي هون، ما هيك؟ رفيف صديقة مقربة من العيلة، اصحك تفكري باشياء تانية. ها لا عمو، شو هالحكي هاد؟ يعني في كتير نسوان بيغاروا. لا عمي، هن مثل الاخوة وبيحبوا بعضهم كتير، وطبيعي جاني ضل جنبها. كتير منيح، بعدين بشوفكم. انا صار لازم اروح. الله معك عمو. عفوا، مين اللي قال لك انه نحن مثل الاخوة؟ ما حدا قال لي، بس بصراحة أنا لازم جاوب هيك جان. شو السبب؟ لأني مرتك. إيه؟ إيه؟ لك رفيف، لشو الموبايل؟ تركي الموبايل من إيدك لشوف، أنت لازم ترتاحي شوي. خلص جان حاجة. ما في موبايل، بابا قال أنت لازم ترتاحي وبس. ليك فوتون أكيد تعبت، يلا خد على البيت. ما بدي روح، أنا مرتاحة كتير. معقول هالحكي رفيف؟ كيف بدك أتركك لحالك؟ ليش وين تاركني جان؟ روح ولا تخاف علي، أصلاً تأخر الوقت ورح نام فوراً. روح وبتصل بطمنك. برأيي معها حق، يعني ما بصير تنام هون. شو بدك تغني لها لحتى تغفى؟ بتنام لحالة. معها حق، روح هلأ أنت وفتون، وإذا احتجت شي بدي أقلك. تمام، لكن احنا هلأ رح نروح، بس الموبايل رح أضبه هون. وممنوع يطلع من مكانه كرمال الألعاب والإنترنت، فهمتي علي؟ اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بشوفك. بشوفك. الحمد لله على سلامتك رفيف الحلوة. يلا حياتي يلا. طلع ما في معاه شي خطير، وكل هذا من التوتر. أبوك عم يدير باله عليها كمان، ما رح يتركها لحالها ورح يطمن عليها كل شوي. شكلك أنت ورفيف متعلقين ببعضكن ما؟ كتير. يعني شو له طعمة سؤالك هلا؟ هي صديقتي من سنين طويلة، لما كنا صغار كانوا بيقولوا عننا الفرسان الثلاثة. اها، مثلنا نحن، عماد وليزا وانا. نحن اكيد ما بنشبهكم، اللي بيناتنا ما فيك تقارني برفقاتك اللي ما بيحبوكي. بتحبي ذكرك بالشي اللي عملوه فيكي، ولا ذكرك بالكذب يلي كذبوه عليكي انسي فتون؟ يعني قصدك تقول اني انا غبية ولهيك عم سامحهم؟ هيك بتقصد انت؟ بعرف هنن غلطوا معي كتير، بس أنا كمان بغلط معهم أحياناً. هنن ظروفهم كانت صعبة، عماد تدين مصاري والمافيا عم تدور عليه، ومرته كانت حامل، كله أجا ورا بعضه. ليكي أنا برأيي هالأصدقاء بالناقص منهم، وبدل ما يكون عندي أصدقاء كذابين بفضل يكون عندي عدو صريح. لك فهمني أنت ليش هيك عم تقول؟ آها فهمت عليك، فهمت، لأنه ليزا هجمت عليك ما؟ قصدك لما ضربتني على وشي؟ ايه طبعاً. أنا عملت هيك لأني مربى ببيتنا ومتعود ما مد إيدي على مرة وشوه لوشها. يي، دخيلك أنت وتربعتك. يا جان، حذر، شو مشتهية أنا هلا؟ شو مشتهية؟ في محل ببيع برك قريب من هون، شو رأيك نمرق لعنده؟ بهالوقت هاد؟ ايه. يا ويلي، معتوم زيادة ومع لبن وخيار والفليفل الخضرة بتجنن معهم. لك فوتون حاجة تشهوني؟ إذا أكلتي بهالوقت رح تنجلطي، وأنا بكفيني واحدة بالمستشفى، خلصنا. قال بدي برك. قال عصافير بطني عم تزقزق من كتر ما جعت. نامي فتون نامي، الأكل ممنوع، يلا نامي. أوه.
اعملي حالك مو سامعة. ألو نعم، كيفك جان؟ وينك أنت؟ أنا بالبيت، كنت مشغول وما صح لي أحكي، وهلا لحتى دريت. رفيف عند أبوك بالمشفى وتعبان كتير. كيف وضعه؟ بتعرف شي؟ عم دق لها بس ما عم ترد علي. هي صار معها انهيار عصبي من كتر التوتر وعم ترتاح هلا بالمشفى. طيب معناتها أنا رح أمرق لعندها. فهمني أنت شو بده ياخدك بهالوقت على المستشفى؟ لك ألو؟ ألو مراد؟ الحلم كان برا بس الواقع المؤلم خبزة وجبنة. شو عم تعملي بهالوقت فتون؟ موتتني رعبة، جوعانة ونزلت لآكل. لوين رايح؟ على المستشفى وما بطول. مو هلأ رجعنا من هنيك؟ ليش هدول الغراض هنيك؟ ضبيهم بسرعة قبل ما تنامي. ماشي الحال. هيك لكم، إذا ابن صاحب المشفى راح لعندك بهالوقت معناتها شغلتك كبيرة. قال شو متوترة وخلتهم يجنوا من خوفه. لك أنا حياتي كلها توتر وما عملت نص اللي عملته. لا تفوت لجوا مراد، روح. ليش؟ بعد عنا البنت هلأ مو منيحة ولازم ترتاح. جان بلا حكي فاضي، اللي شو عم تعمله؟ أنا بدي أحمي رفيف منك ومن عمايلك الوسخة، لهيك عم قلك بعد عنا. في مجال أفهم شو اللي بدك يا منا؟ شو لسه بدك منا بعد ما وصلت على المستشفى؟ ناوي انك تموتها وتخلص عليها؟ فهمني شو بدك، فهمني شو بدك مراد. جان ليش معصب كل هالقد؟ ليش متضايق على رفيف وانت متزوج واحدة تانية؟ روح اهتم بمرتك. بس فتون ما إلا أي علاقة بالشي اللي بيناتنا. أنا برأيي إنه فتون صار إلا علاقة من لما تزوجتها. وين مرتك؟ ها؟ أنت هون بس هي وين هلأ؟ بهالوقت المتأخر هاد أنت ليش مالك معا؟ فهمني مراد. امشي. من وين ما اجيت حضرتك بهذا الوقت؟ روح لهنيك واصحك تفكر بحياتك. تضايق رفيف، فهمت علي شو عم بحكي مراد؟ طيب جان، ما بدي اتناقش معك اكثر من هيك بالموضوع، بس بأقرب وقت رح نرجع نقعد ونحكي بهالقصة هي. أنا رح روح وانت رجع لعند فتون، لعند مرتك. هاي لي زمان
çalsam. Bir an sen yanımdasın, saçlarım. أكيد هالبنت مجنونة. فتون، قومي فتون. فتون وصلنا. أكيد وصلنا. ايه وصلنا. المعاون رح يوزع محارم معطرة بعد شوي. فيني فهم بس شو اللي منيمك هون؟ ها؟ قومي لجوا يلا. وشو بدك فيني هلا؟ قومي لجوا.